بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن شاء الله هنكمل فيديو رقم 2 على بقية ال data block property. زي ما احنا شفنا طبعا تعرفنا على international color visual attribute ال scroll bar تعرفت عنه. ال advanced database يا جماعة عنصر احنا مش هنغطيه، هو طبعا زي ما احنا شايفين حتى في الماتيريال بتاعتنا مش موجود، لان انتوا لو خدتوا بالكم كله خاص بالبروسيجر، واحنا ان شاء الله يعني في الكورس بتاعنا اللي هو خاص بالفورمز مش هنتكلم على اي حاجة فيها بروسيجر خالص، يعني مش هنعمل اي فورمة مبنية على البروسيجر. احنا الكورس بتاعنا هيكون كله مبني ان شاء الله على التيبل وعلى الفيو. فال advanced database دي احنا مش موجودة معانا في الكورس نهائي، فهنيجي دلوقتي طبعا نقول بقى هنعكس الموضوع المره دي. المره دي مش هنمشي database record navigation، لا نمشيها كده من البدايه. general، ايه فكره الجنرال؟ بيقول لي والله البلوك اسمه ايه، department، حابب تغير اسمه لاي اسم تاني زي ما انت عايز، هقول له وليكن دبت. حابب تكتب عربي تقول له الادارات، اعمل زي ما انت محتاج. فزي ما انت شايفين كده اتغير الاسم على طول لكلمه دبت. سب كلاس، قلت لكم سب كلاس ده ان شاء الله اول ما نيجي لشابتر 25 هتعرفوه، فحاليا لحد دلوقتي مش هيكون معانا. الكومنتس، عايز تحط اي تعليق فضيف الكومنتس بتاعك موجود هنا. النافيجيشن، فبيقول لي النافيجيشن، لا نيجي بقى هنا في جزئيه النافيجيشن دي نعمل F2. ونبتدي بقى نشوف كلامنا على موضوع النافيجيشن ده. ايه فكرة النافيجيشن دي يا جماعة؟ زي ما احنا شايفين كده بيقولي النافيجيشن ستايل، بيقولي سيم ريكورد. يعني ايه سيم ريكورد؟ نشوف كده كومبايل ورن. لو قلت له هنا زي ما احنا شايفين execute query، دي كده فكرة النافيجيشن، بعمل نافيجيت كل ما بدوس تاب بعمل نافيجيت. طبعا هنا هو هنا حاليا ريكورد واحد بس، فعشان اشوف الفكرة بتاعت النافيجيشن دي بشكل يكون واضح وبشكل يكون كويس جدا، طبعا هاجي هنا على الفريم ده اللي موجود واقول له F4. طبعا الكلام ده ان شاء الله هيبقى فيديو منفصل هنتكلم فيه، وهقول له والله اللي اوت فريم بتاعي بدل ما هو يبقى فورم هخليه تابلر، ونمبر اوف ريكورد ديسبليت هخليه وليكن مثلا 5 ريكورد. طبعا عشان اقعد اظبط في الكلام ده هيبقى فيلم كبير شويه، فاوريدي هلغي البلوك ده. هعمل بلوك بسيط كده للديبارتمنتس واخليه تابلر. وهيكون number of record display ده خليه وليكن 5. حابب تسيب مسافة ما بين الريكورد؟ لا، ده زي ما احنا مش شايفين الشكل. طب انا دلوقتي لو عملت compile ورن، احنا فاكرين طبعا اللي هي كانت النافيجيشن كانت معمولة سيم ريكورد، النافيجيشن ستايل كانت سيم ريكورد. طب بص كده لو قلت له اكسكيوت كويري وعملت كده تاب تاب تاب، المفروض لما اعمل تاب ينزل على اللي تحت، بص ايه اللي بيحصل. ايه ده، ده بيرجع لنفس الريكورد؟ اه بيرجع لنفس الريكورد فعلا. طيب هنزل دي كده مينيمايز، F4 دي مش هكون محتاجها كتير اصلا، F4 على البلوك.
هقول له لا ال navigation مش هيكون the same record, it change record. يعني لما يدوس tab نزله على ايه؟ على الحاجة اللي تحتها compile, وهعمل refresh retry. لو قلت له execute query دلوقتي زي ما احنا شايفين وعملت tab tab tab, المرة اللي فاتت ترجع لنفس الريكورد, لكن بص المرة دي it change the record. طب عندي ايه تاني؟ بيقول لي عندك حاجة اسمها change data block. ايه يعني ايه change data block؟ يعني المفروض يكون عندي اتنين بلوك اصلا. فلو وقفت هنا على الكانفاس دي او هنا وقفت اف 2 عشان اجيب اللي اوت, وقفت في المكان الفاضي ده عملت رايت كليك داتا بلوك ويزر, او طبعا من فوق زي ما احنا متعودنا في الماستر ديتيل, واخترت من هنا وليكن مثلا امبلويز, خدت بعض الفيلدات كده البسيطة جوينت. اوكي جوينت تمام مفيش مشكلة. على نفس الكانفاس اللي هي كانفاس 9, اه طبعا هيكون على نفس الكانفاس. تابلر وهيكون نمبر فريكوينت سبريد وليكن 4 زي ما احنا شايفين. نزل بلوك تاني. طب المرة دي لو قلت له الريكورد نافيجيشن, انا واقف هنا طبعا على البلوك اللي اسمه الديبارتمنتس وهثبته عشان ما يروحش مني في حته, هقول له النافيجيشن ستايل تشينج ريكورد, وعملت كده كومبايل وقلت له ران. اكسكيوت كويري. بص كده يا جماعه, لو جيت كده قعدت ادوس تاب 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 تاب, ايه ده؟ ده راح فين الماوس؟ راح بتاعي فين؟ اه هو هنا سوري الاول. لو جيت هنا وقفت تاب, اصل ده هنا ملوش مثيل ليه تحت يعني, يعني وليكن قسم كده يكون زي القسم رقم 50. انا متاكد طبعا ان هو في موظفين كتار. طب لو جيت هنا وقفت تاب 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 تاب, اه راح فين المرة دي؟ ده راح على البلوك اللي بعديه زي ما احنا ملاحظين كده. يبقى النافيجيشن اللي هي تشينج ريكورد, لما اجي اقف عند سجل معين واقول له تاب هينزلني عند الريكورد اللي بعديه. طب عندي ايه تاني؟ بيقول لي هنا البريفيوس نافيجيشن داتا بلوك, يعني لما ايه هو اللي قبليك؟ يعني انا هعتبر مثلا ان انا نفسي في ماستر ديتيل ديتيل تمام, فهعتبر ان ده الديتيل وليكن اللي في النص, فهقول له البريفيوس اللي قبليه تمام. لما ادوس وليكن حد يدوس شيفت مع تاب اللي هي هيرجع لورا, فساعتها هيرجع للبلوك الاولاني وليكن اللي هو اللوكيشن. طب النيكست نافيجيشن داتا بلوك, هقول له وليكن النيكست بالنسبه لي هو جدول البلوك الخاص بالامبلويز. فانا بحدد له لو في عندي اكتر من بلوك موجود من النيكست ومن البريفيوس, يعني لما يدوس تاب يروح على مين, ولما يروح لما يدوس شيفت تاب هيرجع لورا هيروح لمين تاني. دي كده الجزئيه اللي هي بتاعه النافيجيشن. عندي جزئيه الريكورد. بص انا بيقول لي اول حاجه بيقول لي كارنت ريكورد فيجوال اتريبيوت, هنا بنل. قلت له لا خليها لي بي بي سي. هتفرق ايه القصة لو عملت كده كومبايل؟ سوري طبعا عملت كده اتنين ران. الغي دي. بص لو عملت اكسكيوت لو نزلت على اللي تحت هلاقي كل منزل زي ما احنا شايفين كده, كل منزل لريكورد الاقي يتطبق عليه الفيجوال اتريبيوت.
هو ده معنى current record visual attribute، زي ما احنا ملاحظين كده، كأني بحدد لليوزر كده بيظهر له علامة قدامه هو واقف عند انهي سجل، لكنه بيتأكتف يعني معايا. ده معنى كلمة current user visual attribute. minimize، هشيل بقى النافيجيشن دي عشان ما تلخبطنيش تاني كتير، هقول تشينج ريكورد وخلاص. اوكي، كويري اريا سايز، اتفق معاكم اتفاق، اي حاجه تلاقوها في زيرو خلاها زي ما هي، معناها ان اوراكل هو اللي بيعمل لها مانج اوتوماتيك، مش انت اللي بتتحكم فيها. لو قلت اف 1 اي بروبرتي يا جماعه تحسوا ان انتم محتارين فيها، اف 1 يطلع لنا بيانات عليها. طب ايه كويري اير سايز دي؟ عشان قبل اريا سايز، قبل ما الاف 1 اصلا تتفتح قدامنا، دي بيقول لي والله عدد الريكورد، النمبر اوف ريكورد اللي الاوراكل هيعمل لها عمليه فيتش من الداتابيس. طبعا لو انت حددت رقم هتقول له وليكن لو حددت لي رقم واحد، يبقى هنا الاريا سايز بتاعتي كل مره هترجع بريكورد واحد بس، لو حددت لي اتنين يبقى هيرجع باتنين ريكورد وهكذا. طبعا ده ما يفضلش نهائيا، يعني يفضل ان انت دايما تخليها الوضع الافتراضي زيرو. زيرو دي معناها ما لا نهايه، يعني اللي يجيبه اللي الفورم هتجيبه لي اتعامل معاه، ما تعمليش ليميتيشن معين. number of record buffered، البافر طبعا اللي هي الميموري، فانت زي ما احنا عارفين انت كل ما بتعمل insert او update او delete او اي options عندك بيفضل موجود في الميموري، وبعد كده لما بتدوس على زرار السيف بيتعمل له عملية applied على الداتابيس. طيب عدد الريكورد اللي هيبقوا موجودين في الـ في الـ في البافر، فبقول له زيرو يعني ما لا نهاية برضك، يعني ما تحددنيش لعدد معين. number of record displayed طبعا عارفينها، number of record displayed انت عندك كام ريكورد موجود حاليا؟ عندي خمسة. طب انت لو حابب تقلل عدد الريكورد عايز تخليهم وليكن تلاتة زي ما انتوا شايفين، اختفى اتنين على طول. طب لو جيت هنا قلت له يا ريت واحد، فقوم واحد بس زي ما احنا ملاحظين. طب لو شلت البن دي وقفت على تحت، ده انا وقفت على الايتم. لو جيت هنا وقفت فعلا، وقفت على ريكورد وقلت له النمبر في ريكورد بدل ما هي اربعة خليهم لي اتنين، هتلاقيهم بقوا اتنين. يبقى ده معنى كلمة الايه، النمبر في ريكورد ديسبليت. اوكي، بيقولي كويري الريكورد، هي هنا معمولة افتراضيا. انا حابب اقول لك حاجه، ان الكويري الريكورد دي ان شاء الله هنستخدمها، بس مش دلوقتي، هنستخدمها مع حاجه اسمها الكالكوليتد ايتم. طيب هي معمولها افتراضيا بنو. طب بص كده لو قلت له يس وعملت له كده اكسكيوت كومبايل وقلت له رن ريفرش كده للفورم بتاعتي ريتراي، بص كده يا جماعه لو قلت له اكسكيوت كويري المفروض ان هو هيطلع لي كل الكويري اللي موجودين. بص هنا قال لك مره واحده كده كام، واحد من 28، يعني ده عندنا كل السجلات اللي الكويري بتاعك ده هيرجعها، 28 سجل. فاكرين لو لما في اول محاضره قلت لك اول مره ما بيعرفش العدد بتاعه قد ايه، وبعد كده لما بتبتدي تستعرضهم بيقول لك بعد كده واحد من 28 او 2 من 28 وهكذا، يعني بمثال بسيط اهو هرجع الاوبشن زي ما هو نو وكمبايل وريفرش ريتراي اكسكيوت زي ما احنا شايفين. المره دي بيقول لي واحد من علامه استفهام، هنوقف التسجيل دقيقه. تمام يا جماعه نكمل الفيديو بتاعنا. زي ما احنا شايفين كده فعلا هو عامل لي عمليه استفهام. طبعا لو قعدت اعمل عمليه نيكست ريكورد نيكست ريكورد نيكست ريكورد لحد ما يطلع بقى يعمل الكويري ينفذ الكويري بتاعه بالكامل، بعد كده لو رجعت من الاول
هيقول لي واحد من واحد، طبعا بعد كده يقول لي واحد من واحد، واحد من اتنين، وهكذا. واحد من فري من 28، وهكذا. يعني نوصل فعلا لرقم 28. كده بقى فعلا بصوا 24 من 28. خلاص الداتا دلوقتي بقى فاهم، بقى عارف دلوقتي ان هو فعلا عنده 28. لكن query record وبيطلع لي اللي عندك كل مرة واحدة. طبعا ده فيه هيدج جامد جدا على الميموري بتاعتك. طب امتى نستخدمه وبيبقى ليه مميزات؟ امتى؟ ان شاء الله لما نيجي ناخد حاجة اسمها calculated item هيكون عندك ده اجباري، يعني اجباري عليك ان query record يكون معمول. يس بيقول لي طبعا زي ما احنا شايفين الاورينتيشن، الريكورد اورينتيشن فيرتيكال ولا هوريزونتال زي ما انت محتاج. طبعا لان دول العدد قليل، لو جيت على ده وقلت له وليكن مثلا الفلوك ده خليه لي بدل ما هو فيرتيكال خليه لي هوريزونتال، اتفرقوا بقوا جنب بعض، بس طبعا هيبقى حجمه كبير قوي. رجعته تاني فيرتيكال، رجع لطبيعته وبقى شكله كويس. طب سنجل ريكورد، ايه سنجل ريكورد ده؟ هي معموله نو سنجل ريكورد ده ان شاء الله لما نيجي نتكلم على حاجه اسمها الكنترول بلوك هيبقى ليه فايده معانا. فحتى لو بصيتوا كده هيقول لك ده بيتكلم دايما معايا على حاجه اسمها الكنترول بلوك. فان شاء الله لما نيجي نتكلم على موضوع الكنترول بلوك هبقى اعرفكم ايه هو السنجل ريكورد. نيجي بقى لجزئية الداتابيس. طبعا اول حاجة هنا بيقول لي البلوك ده داتابيس بلوك. طبعا داتابيس بلوك، يعني هو ده بيجيب من الداتابيس. اكيد طبعا بيجيب من الداتابيس. طب لو قلت له نو يبقى انت كده اكنك فصلت البلوك ده عن الداتابيس، يعني لو عملت انسرت او ابديت او ايا كان، او حتى عملت اكسكيوت كويري مش هيطلع لك قدامه فيه بقى اي بيانات. طب امتى خليه داتابيز نو؟ لما تعمل حاجه اسمها كنترول بلوك اللي احنا ان شاء الله واضح هنغطيها في فيديو في الشابتر ده. عندي حاجه اسمها انفورس برايمري كي، تحب يبقى عندك على الفورما البرايمري كي يبقى موجود عندك. بمعنى انت لو اوريدي مثلا كنت عملت جمله انسرت وقلت لي ان الديبارتمنت سي مثلا رقم 10، وبعد كده عملت انسرت تاني وقلت لي ان الديبارتمنت رقم 10، وانسرت تالت الديبارتمنت رقم 10، مش هيقول لك لا. ليه؟ لان هو هيقول لك لا امتى؟ لما تعمل سيف وتروح للداتابيز يلاقي ان في كونسترينت اسمه برايمري كي يطلع لك رساله ايرور. طب انت عايزه من على مستوى الفورم نفسه لما تيجي تعمل سجل جديد يقول لك لا رقم 10 ده اوريدي موجود قبل كده. فساعتها هتيجي على حاجه اسمها انفورس برايمري كي، هتخليها بدل ما هي نو تبقى يس. طب كويري الاود، بيقول لي كويري الاود يعني انت عايز تحب تخلي دي تقدر تعمل كويري، البلوك ده يعمل كويري ولا لا؟ فطبعا هنا معموله باي ديفولت يس. طب لو انت خليتها نو وحاولت تعمل كويري، بص كده كومبايل وريفرش بتراي، يا ترى دلوقتي لو انا حبيت اعمل اكسكيوت كويري طلع حاجه؟ بيقول لي لا، ان الكويري بتاعك ده كان نوت كويري، مش هينفع تعمل عمليه ايه كويري لاي ريكورد موجود. طب لو قلت له يس طبعا يبقى انت كده رجعت الوضع لطبيعته. طب هنا بيقول لي الكويري داتا سورس، الكويري بتاعك منين؟ من تيبل ولا من بروسيدجر ولا نتيجه ترانزاكشن تريجرز معينه ولا من فروم كلاس كلاس كويري؟ فطبعا باي ديفولت انت البلوك بتاعك مبني على تيبل فهو اوريدي هيكون على تيبل. طب الكويري داتا سورس من اني تيبل بالظبط؟ فاسمه ايه؟ ديبارتمنتس. طب الكويري داتا سورس كولم، ايه هي الكولم اللي موجوده؟ لو ضغطت كده هيقول لي والله ده اللي موجود ديبارتمنت اي دي وديبارتمنت نيم ومانجر اي دي واللوكيشن اي دي، وكل طبعا عنصر موجود فيه. ولو وقفت عنده هيقول لي ده الداتا تايب بتاعته نمبر، وده والبريسيجنز بتاعه 4 يعني محجوز له 4 ارقام تمام. ومن داتوري معموله قدامها علامه صح، يعني اجباري عليك ان انت تضيف فيه بيانات. بعد كده بيقول لي query data source argument، طبعا ده خاص بموضوع حاجه اسمها البروسيدجر. لو انت عايز تخلي اعمل بلوك مبني على بروسيدجر وعايز يشتغل على argument معين على parameter معينه فهتقول لي حاجه اسمها query data source argument.
الالياس ده بيبقى الياس نيم للبلوك، اسم تاني للبلوك. طبعا اي حاجة فيها كلمة ريف دي اعرف ان احنا مش هنتكلم عنها. طب ورك كلاس، انت عايز تخلي البلوك بتاعك ده يشتغل عليه. طب بص كده، لو قلت له الديبارتمنت اي دي جمله وير، اكنها جمله وير بالظبط، سيلكت استريكس سيلكت وليكن اعمده محدده اللي هي طبعا دي كل الاعمده اللي هتكون موجوده اللي هي الديبارتمنت اي دي والديبارتمنت نيم. عايز تقول لي وير بشرط معين، فاقول له كده وير كلاس، يعني حط الحاجه اللي انت هتحطها في جنب في جمله وير، يعني اعتبر ان انت وير وقول لي ايه اللي بعدها. هقول له الديبارتمنت اي دي ايكوال كذا. طبعا ال department ID ده for example استخدم اي condition انت عايزها. department ID in، نرجع بقى لل SQL تاني، in وليكن مثلا 50 كوما. طبعا الدنيا شكلها صغير شوية، 50 كوما 60 كوما 90 وهكذا زي ما انت محتاج، وقول اوكي. طيب بيقول لي تحب تعمل الكلام ده اوردر باي حاجه معينه، يعني تحب تطلعهم اوردر باي ديبارتمنت نيم اوردر باي ديبارتمنت اي دي زي ما انت محتاج، اقول له اوردر باي الديبارتمنت اي دي. وقلت له descending disk. لو عملت فعلا compile وقلت له يلا refresh، لو فعلا دلوقتي عملت execute query طب طبقه فعلا. انا مشلتش ال query allowed، sorry query allowed yes. زي ما احنا شايفين الديبارتمنت 50 و60 و50 ظهر قدامنا زي ما احنا شايفين ببياناته. طب هقول له اوردر باي الديبارتمنت، اوردر باي ديبارتمنت اندرسكور نيم، كومبايل ورن. طبعا يا جماعة سوري الجهاز عندي هنج زي ما انتم شايفين كده، فهوقف الفيديو لحد كده ونكمل ان شاء الله، اعمل ريستارت للجهاز وبعد كده ان شاء الله نكمل. السلام عليكم ورحمة الله.